عقب فترة راحة استمرت 73 يوما تنطلق بطولة دوري نايل مساء الأربعاء في افتتاح الموسم رقم 66 للمسابقة. تلاحم المواسم في السنوات الأخيرة وما ترتب عليه من سلبيات أبرزها تأخر انتهاء المسابقة مقارنة بمعظم دول العالم دفع رابطة المحترفين بالاتفاق مع الأندية لتغيير نظام البطولة لتقام من دور واحد، وبهذا يقل عدد المباريات التي يخوضها كل فريق من 34 إلى 25 وينتهي الموسم منتصف يونيو وفقا لمواعيد أولية. وبناء على الترتيب بعد المرحلة الأولى تقسم الأندية إلى مجموعتين، حيث تخوض الأندية التسعة الأولى دوري من دور واحد أيضا لتحديد هوية البطل، أما المجموعة الثانية فتتنافس بنفس الطريقة لتحديد الفريقين الهابطين. النظام الجديد يأتي عقب 10 مواسم أقيمت خلالها المسابقة بنظامها التقليدي من دورين، بعدما لعبت قبلها بنظام المجموعتين مرتين آخرهما موسم 2013-2014 الذي حسم خلاله الأهلي اللقب بعد تفوقه على سموحة بفارق الأهداف في الدورة الرباعية التي جمعت هذا الثنائي مع الزمالك وبتروجيت. تاريخيا انطلقت بطولة الدوري في 22 من أكتوبر عام 1948 بمشاركة 11 ناديا وشهدت على مدار 76 عاما 65 موسما مكتملا مقابل 11 موسما تعرضت فيه للتوقف أو الإلغاء، كما أقيمت بنظام المجموعة الواحدة 59 مرة مقابل 6 مرات بنظام المجموعتين. موسم استثنائي بنظام يطبق لأول مرة في تاريخ الدوري المصري، فهل يشهد هذا الموسم أيضا بطلا جديدا لأول مرة في تاريخ المسابقة أم تنحصر المنافسة بين القطبين كعادة العقدين الأخيرين؟